الخلاص من أسر الشهوات وغموم الدنيا. فبقدر ما يكون همك بالله في الدنيا يطيب لك الأنس به في العقبة، ها؟ وعلى قدر ما تهتم بغيره ينقص نصيبك من الأنس به. فأنت في الدنيا إذا كنت حرا تخلصت من أسر الشهوات ومن غموم الدنيا اهتماما بالله جل جلاله وأنسا به، فيعظم لذتك بالأنس به في الآخرة. وقال قائلهم: كانت لي هموم كثيرة فهداني الله فجعلت الهم هما واحدا فكفاني كل هم. لما جعلت همي الله بس كفاني كل هم. قال: كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي.